المناهج التربوية من خلال جلسة امتحانية للصف التاسع. أنا راغدة محلة منسقة المادة، أتشرف بوجود الأساتذة معي في هذه الجلسة، الأستاذ أيمن بهيج، طبعا الأساتذة تربية دمشق، أستاذ أيمن بهيج، الأستاذة مروة الحموي، والأستاذة نور كامل. وطبعا أحب أن أشكر فقط الأساتذة الذين ساعدونا عن بعد، هم الأساتذة سامي حسن وحلا زينو من تربية اللاذقية وطرطوس، أشكرهم جزيل الشكر. سنبدأ بشكل عرض سريع لمحتويات الكتاب، طبعا لن نتوقف عند كل فقرة وإنما سرد سريع عند أكثر النقاط الإشكالية في الكتاب ليتجاوزها الطالب خلال الامتحان، وفي النهاية سنعرض طبعا نموذج امتحاني مع الأساتذة. بداية سنبدأ بوحدة الفلك، سندخل مباشرة إلى الدرس الأول، لن أتوقف إلا عند الشيء الضروري. إذا سمحتي آسفة ندخل إلى الدرس مباشرة. طبعا الدرس الأول هو حلم قد يتحقق، هو الدرس عن المريخ. قراءة درس المريخ أو عرض هذا الدرس، طبعا سنتجاوز هذه الصفحات كلها، هو الغاية مقارنة بكوكب الأرض. طبعا لأن الإنسان بدأ يبحث عن بديل لكوكب الأرض، نكمل إذا سمحتي آسفة. طبعا سنتوقف هنا، أفسر سبب اختلاف مدة السنة المريخية عن مسيرتها مدة السنة الأرضية. مجرد أن نفكر أن المريخ هو أبعد من الأرض، فحتما مداره أكبر من مدار الأرض، المسافة التي سيقطعها في دورته حول الشمس تكون أطول من المسافة التي تقطعها الأرض. هذا سبب اختلاف مدة السنة المريخية، فهي أكثر من السنة الأرضية. نتابع المقارنة، طبعا واضحة لن أتوقف عندها، الجاذبية واضحة، التوابع كما للأرض قمر للمريخ أيضا توابع، البنية طبعا دائما يجب أن نقارن بين بنية المريخ وبنية الأرض، الاختلاف والتشابه واضحين، اختلاف أن هناك نواة خارجية لبنية المريخ لا يوجد طبعا كما في الأرض. الغلاف الجوي للمريخ نسبته، لا نريد حفظ النسب، من المؤكد لا نريد حفظ النسب، لكن يجب أن نعرف أن المريخ أساس تركيب غلافه الجوي هو CO2، أما الأرض فأساس غلافها الجوي فهو النيتروجين. نتابع هذا السؤال الذي توقف عنده البعض، يتميز المريخ بطقس قاسي جدا تبلغ درجة حرارة نهارا. طبعا هو السؤال عن اختلاف درجة الحرارة بين النهار وبين الليل، ولماذا بالقطبين تختلف عن الاستواء. الأساس في هذا هو أن الغلاف الجوي سيستنتجه الطالب من كتابه، يوجد غلاف جوي رقيق غير قادر على حماية هذا الكوكب كوكب المريخ، فهو سيسمح تلقائيا لأشعة الشمس بالدخول بشكل كبير جدا مما يرفع درجة الحرارة، والإشعاع الأرضي ليلا الذي يطلقه أي سطح كوكب فأيضا يفقده الكوكب مباشرة. هذا السبب في الاختلاف، بالإضافة إلى عامل مهم وهو اختلاف زاوية ورود أشعة الشمس. نحن نعلم أن الشمس العمودية تكون حرارتها أكثر، الشمس المائلة تكون حرارتها أقل. نتابع بالنسبة لتفسير ارتفاع درجة الحرارة في الطبقات العليا في الغلاف الجوي للمريخ. العواصف الترابية للمريخ معروف بعواصفه الترابية، العواصف الترابية هي جزيئات رمل، جزيئات الرمل تمتص أشعة الشمس، تعكس أشعة الشمس في الطبقات العليا، فهي لا تسمح لهذه الأشعة بالدخول إلى داخل الكوكب مما يجعل سطحه بارد والغلاف الجوي يكون مرتفع درجة الحرارة. طبعا سبب بقاء الغبار عالق، نحن نعرف أن المريخ لا يوجد فيه ماء، الغبار لا يزيله إلا الماء، فعدم وجود الماء هذا هو السبب، أو عدم وجود الأمطار. الفصول المريخ كما فصول الأرض نفس التعليل، لماذا يكون طبعا متابع سمحتي، يكون طبعا دوران المريخ حول الشمس والأساس هو ثبات ميل المحور. إن قال الطالب ثبات ميل المحور على المستوى الأفقي صحيح، وإن قال ثبات ميل المحور على مستوى المدار أيضا هو صحيح، تبقى الدرجة كما هي. سنتابع إلى تفسير سبب اختلاف سخانة الأغطية الجليدية في القطبين ومساحة انتشارها. طبعا هي تكون في الربيع والصيف في القطب الجنوبي أكثر من القطب الشمالي، مساحة انتشارها أكبر. سبب أيضا نعود للعواصف الغبارية لأنها تكون على أشدها، نلاحظ نفس الأسباب هي مرتبطة بأكثر من شيء، جزيئات الغبار كما تحدثنا سابقا تمتص تعكس، فهي الأساس في هذا التفسير. مظاهر سطح المريخ، الأساس هنا أن نقارن ما بين تضاريس المريخ وما بين تضاريس الأرض، يتشابهان في عوامل التشكل. الاختلاف في أن
في المريخ هناك نيازك اصطدمت وأثرت بشكل كبير في تشكل تضاريس المريخ. نتابع الفوهات التصادمية. طبعا هناك فوهة أساسية أولية، الركام الموجود هو الذي سيسبب هذه الفوهات الثانوية الموجودة على الجوانب. الكثبان الرملية سبب وجودها، نحن نعرف طبعا أن الكثبان الرملية تكون مساحتها أكبر، امتدادها أوسع في المريخ، السبب يعود أيضا للعواصف الغبارية لأنها بحجم كبير جدا، فجزيئات الغبار كثيرة تقوم بالترسيب، هي عملية ترسيب أصلا الكثبان الرملية، وطبعا لا يوجد غطاء نباتي وهذا ما جعل الامتداد كبير للكثيب الرملي. نتابع واضحة الأودية المسيرية اللي نتحدث عنها، الحركة التراجعية للمريخ سنتابعها. الأساس في الحركة التراجعية طبعا هو أن أي كوكب خارجي، نتابع الآن سمحتي للصفحة التي بعدها، الأساس هو أنه أي كوكب خارجي، هناك كواكب خارجية وكواكب داخلية، نحن ككوكب الأرض الكوكب الخارجي لنا هو المريخ، فحتما مداره أكبر، سرعته تكون طبعا مختلفة عن الأرض، فهذا يسبب الحركة التراجعية، مكتوبة بشكل واضح، المدار أكبر، سرعة الدوران حول الشمس أقل، لهذا يبدو للناظر له من على سطح الأرض وكأنه يتراجع، في الحقيقة نحن ندور أسرع منه لهذا نعتقد أنه يتراجع، هو بطيء نحن أسرع فهذا هو سبب الحركة التراجعية. سنتابع مباشرة طبعا، هذا هو درس المريخ. رحلة الأرض المحورية نتابعها، هي أساس طبعا، هون واضح كل شيء هنا، لن أتوقف إلا طبعا خط التأريخ الدولي، نعرفه أنه يختلف يوم كامل عندما نتجاوز خط التأريخ، سأنتقل لما بعده، مسائل التوقيت سنتابع إذا سمحتي، طبعا أساسيات مسائل التوقيت، الطلاب أغلب طلابنا إذا لاحظتوا لديهم مشكلة بمسائل التوقيت. أساسيات أننا عندما نتجه نحو الشرق يزيد التوقيت، عندما نتجه نحو الغرب ينقص التوقيت، هذا بالنسبة للتوقيت. 15 خط طول، هناك حزمة ساعية، كل خط طول 4 دقائق يحتاج. سأتابع، سأعرض مسألة إذا سمحتي أنسي، سنتابع إلى ما بعد. هذه المسألة الموجودة مثلا، توقيت في مدينة أبو ظبي الواقع على خط الطول 54 درجة شرق غرينتش، مباشرة مجرد أن طلبوا التوقيت فسيكون عملنا في خطوط الطول، يجب أن نحسب طبعا، أخذنا أبو ظبي نحن على مدينة اخترناها من الخريطة هي مدينة شانغمي، ويطلب دائما بحساب التوقيت معرفة فرق خطوط الطول، نتابع أنسي بين المدينتين، فطبعا إذا عرفت كم حزمة ساعية بين المدينتين أستطيع مباشرة تحويلها إلى ساعات وبحساب بسيط جدا نصل إلى فرق التوقيت، الخطوات واضحة يستطيع أي طالب العودة لها على لاحقا ليعرف الحل. قمنا بحل أيضا مسألة أخرى عن التوقيت، جمع وطرح خطوط الطول، سأتوقف هنا دقيقة، هنا طلبوا خط الطول، عندما يطلب منا حساب خط الطول علينا أن نعرف فرق التوقيت مباشرة ونحول فرق التوقيت إلى خطوط طول، واضحة في المسألة. أريد فقط أن أنوه إلى فكرة أن في حال تم سؤال عن غرينتش هو معروف صفر وسألنا عن توقيت مدينة أخرى، كثير من الطلاب يحسبونها ذهنيا، يعتقد الطالب أنه إذا حسبها ذهنيا نحن سنرفض الإجابة، الإجابة تقبل في حال بررت كيف أنت حسبتها ذهنيا، قد يقول تجهنا شرقا فيزيد التوقيت، قد يقول عدد الحزم الساعية، المهم أن يكون تعليله صحيح في حال تمكن من الحساب الذهني السريع دون الخطوات الكاملة للمسألة. طبعا الأساتذة يدرسون صف التاسع، إذا كان هناك أي تساؤل بهذه المسألة نستطيع أن نتوقف عندها. سنتابع، الحركة الانتقالية سألخص باختصار الحركة الانتقالية، طبعا هي تعاقب فصول، أساس اختلاف طول الليل والنهار، الكثير من الطلاب يتوقفون عندها، هي دائرة الإضاءة، سنتابع إذا سمحتي إلى صفحات بعد فقط لنرى دائرة الإضاءة بعد، أيضا سأنظر هنا مثلا دائرة الإضاءة، هي تخطت الدائرة القطبية الشمالية فحتما طول النهار أطول من طول الليل،
في حال انه لاحظ في القطب الجنوبي هي لامستها ملامسة، فحتما طول الليل أطول من طول النهار. يعني أساس التعليل بتفسير طول الليل والنهار هو دائرة الإضاءة، إن كانت تتخطى، إن كانت تلامس، إن كانت تمر في القطبين، فنحن في الاعتدال الربيعي أو الخريفي. هذا بالنسبة لكل درس الحركة الانتقالية، سنتابع. لا أعرف أساتذة هل هناك أي تساؤل بخصوص هذه أم وضحنا كل شيء؟ لا موضح، يعني تقريبا كونه الطالب اجتاز فصل أول وخاض فيه مذاكرة واختبار. وأعود لأقول طبعا الدرس موجود بنفس وحدة التقانة إذا سمحتي أنسة. طبعا مسائل التوقيت كما عرضناها هي موجودة، وأي طالب يستطيع العودة إلى المنصة ليحل هذه المسائل. بالنسبة لوحدة التقانة، طبعا الأساس اللي توقف عنده الطلاب، سنتابع إلى الدرس إذا سمحتي. طبعا الأساس في وحدة التقانة هي الأدوات الجغرافية. هناك جدول موجود عن الأدوات الجغرافية وميزتها وكيف سنستخدمها. طبعا نحن ربطنا في هذا الدرس هي دراسة سكانية، فاعتمدنا أدوات تناسب الدراسة السكانية. سأتابع إلى ما بعد إذا سمحتي. أيضا إلى الجدول الذي سأل عنه الجميع حتى نضعه إلى هنا. الأدوات، طبعا أريد أن أنبه لفكرة أنه الأداة قد تصلح لأكثر من شيء، لها أكثر من ميزة. يعني عندما نقول الدقة والبساطة، النص والشكل البياني، هناك أشكال بيانية لا تتسم بالبساطة معقدة، وهناك أشكال بيانية بسيطة. فإذا كتب الطالب شكل بياني بسيط وهو يتسم بالدقة والبساطة فهي مقبولة. مقارنة بصرية، طبعا من خلال الأشكال البيانية أستطيع أن أقوم بمقارنة بصرية، ومن خلال الخريطة أستطيع أن أقوم بمقارنة بصرية. يعني الإجابات ليست هي وحدها الموجودة. تطور عبر الزمن، قد يقول لي طالب جدول إحصائي نعم، شكل بياني نعم، تطور، لكن النص قد يظهر لي التطور عبر الزمن. النص قادر على إظهار كل هذه الميزات ببساطة، فطبعا نقول صح طالما أنه علل كيف هو فكر بهذا. توزع الجغرافي أيضا، التراكيب السكانية، شكل بياني أيا كان، وفي الدرس موجود الهرم السكاني. فيما بعد الصفحة التي بعدها هناك مجموعة من الأدوات الجغرافية الموجودة. طبعا لاحظت الزيارة الميدانية نعتبرها أداة جغرافية. عندما نسأل الطالب عن، في حال عرضنا نص، عرضنا مشكلة، قلنا له ما هي الأداة الجغرافية التي تستخدمها هنا، إن قال الصورة الفضائية نقول له كيف أو ما فائدتها أو ما أهميتها. لا أريد من طالب أن يضع أي أداة جغرافية، يجب أن يعلل أحتاج الصورة الفضائية مثلا لإظهار التوزع المكاني في منطقة معينة، أحتاج الزيارة الميدانية لأخذ عينة مثلا من تربة أو عينة من شيء لأقوم بمعاينة هذه المنطقة. أي أداة يجب أن يقول ما فائدتها. طبعا الدرس الذي بعده هو عن استثمار المكان. طبعا النصوص في الموجودة هنا هي عبارة عن أمثلة، حتما هي ليست للحفظ، لكن على الطالب أن يعرف أنه أي مكان قابل للاستثمار، أي مكان له مقومات طبيعية، أي مكان له مقومات بشرية، أي مكان فيه كل المقومات ولكنه غير مستثمر ممكن، أنا سأتدخل كعنصر بشري لأقوم باستثمار هذا المكان. دائما يجب أن نعرف أن المكان له مقومات، وما الفائدة؟ أنا استثمرت هذا المكان نعم بسبب مقوماته طبيعية وبشرية واوا، لكن ما الفائدة منه؟ ممكن فرص العمل، ممكن الدخل، ممكن رفع سوية المنطقة، بأكثر من تعليل ممكن أن يعلل الطالب. فدائما الإجابات المفتوحة صحيحة في حال كان التعليل عنها صحيح بشكل واضح. طبعا سريعين بالعرض من أجل الوقت، أنهينا وحدة الفلك وأنهينا وحدة التقانة، سنبدأ بوحدة التضاريس أيضا مع الآنسة مروة الحموي. تفضلي آنسة. بوحدة التضاريس أعزائي الطلاب، الشيء الأساسي في أنه نبين الأهمية الاقتصادية للمواقع الجيولوجية، وبدنا نميز بين عوامل تشكل التضاريس. هنلاحظ كيف
كيف نستطيع أن نقول أن هذا الموقع هو موقع جيولوجي يمكن أن نحوله إلى جيوبارك أو منتزه جيولوجي؟ يجب أن مثلا يكون في قباب ملونة مثلا مثل جبال بانجل، أو مثلا تكوينات صخرية صوانية متآكلة. لاحظوا هنا قبيلة أسترالية كمان تحافظ على عادات والتقاليد القديمة. إذن ليس كل مكان هو نستطيع أن نقول عنه أنه موقع جيولوجي متميز أو يمكن أن نحوله إلى جيوبارك. ماذا نستفيد نحن كدولة من أن نحول المنطقة إلى جيوبارك أو إلى منتزه جيولوجي؟ نستفيد منه من الناحية الاقتصادية عندما ننمي السياحة، فهذه تسمى سياحة جيولوجية. أما من الناحية البيئية فممكن أن نحول هذه المنطقة إلى محمية طبيعية، محمية بيئية نحافظ فيها على حياة الكائنات الحية والفريدة الموجودة. أما من الناحية العلمية فيمكن دراسة هذه المنطقة ودراسة تضاريسها ودراسة التكوينات الجيولوجية فيها. كيف تساعد أو ماذا تفيد تحويل هذه المنطقة إلى سياحة جيولوجية أو إلى جيوبارك؟ تفيد من ناحية أنها ستوفر فرص عمل للسكان هذه المنطقة، تنشطهم، تنشط الواقع الاقتصادي في هذه المنطقة لأنها ستصبح منطقة جذب سياحي. أعزائي الطلاب، في موضوع كتير مهم، تنوع البنية الجيولوجية يؤدي إلى تنوع الثروات الباطنية. فلاحظوا مثلا في الجمهورية العربية السورية تنوع البنية الجيولوجية في سوريا أدى إلى تنوع تشكيلات الأحقاب الجيولوجية وتنوع الثروات الباطنية. فلدينا هنا خريطة الجمهورية العربية السورية وفيها الثروات الباطنية. ننوه أعزائي الطلاب، ليس مطلوب منكم حفظ كل ثروة أين موجودة، نحن فقط كيف نستثمر هذه الثروة في مشروع صناعي يفيد الدولة اقتصاديا. أما في الدرس الآخر، عوامل تشكل التضاريس لدينا عاملين، نوعين من العوامل، عوامل باطنية اللي هي الالتواءات والانكسارات، زلازل، براكين، بالإضافة إلى العوامل الخارجية، عمل الأمواج، عمل المياه، عمل الرياح إلى آخره. في عدة أمثلة من الدرس ليس مطلوب من الطالب فقط حفظ هذه الأمثلة بحذافيرة، يجب عليه أن تميز هل هذا التضاريس تشكل بسبب عوامل باطنية أم بسبب عوامل خارجية. مثال لدينا مثلا الصخور الصحراوية المنخورة، الصفحة 58. لاحظوا من الشكل، فعم نلاحظ أنه هي ناتجة عن عامل خارجي. ما هو العامل الخارجي؟ هو الحث الريحي، حيث قامت الرياح المحملة بالرمال والحصى والحجارة بحث الصخور اللينة دون القاسية، فهذا ما أدى إلى تشكل هذا الشكل. هناك صخور لينة وصخور قاسية في هذه الأرض، قامت الرياح المحملة بالرمال بحط الصخور اللينة دون الصخور القاسية. إذن أهم شيء بهذا الدرس هو نتميز العوامل الباطنية من العوامل الخارجية. أما في درس موزاييك الأرض فحنلاحظ أن الكرة الأرضية فيها نوعين من التضاريس، تضاريس محيطية وتضاريس قارية. التضاريس المحيطية اللي تتشكل في قيعان البحار والمحيطات، أما التضاريس القارية فهي اللي إحنا اللي منشاهدها، فعندها مثلا الجبال البحرية والجبال القارية. مقارنة سريعة بيناتهم، هلاحظوا هنا يعني يتشابهون في عامل التشكل. فمثلا الجبال البحرية والجبال القارية تتشكل بسبب التواءات أو بسبب حدوث براكين، حتى بالشكل تتشابه. فلاحظوا أن الجبال البحرية تأخذ شكل سلسلة من الجبال أو قد تكون جبال منفردة. أيضا الجبال القارية نفس الفكرة، ممكن تأخذ سلسلة من الجبال مثل جبال الألب مثلا أو جبال منفردة. عامل التشكل وعامل باطني اللي هو ثوران البراكين أو الالتواءات الانكسارات، بالحالتين هو عامل باطني. بالنسبة للاستثمار، الجبال البحرية صعبة الاستثمار، ولكن يمكن استثمارها بالصيد. فنحن مذكور مع معلومة أنه هي تقوم بجذب، لها علاقة بالتيارات البحرية فتجذب العوالق. أما الجبال القارية فمعروف أنه هي استثمار سهل بالمراكز العمرانية والزراعة والصناعة إلى آخره. طبعا نفس الفكرة عن خندق ماريانا والخندق السوري الانهدام السوري الافريقي. اذا الفكره الاساسيه الاوجه الشبه والاختلاف بين التضاريس القاريه والمحيطيه انها تتشابه بالشكل وعامل التشكل وتختلف في
تختلف في الاستثمار. الآن ننتقل إلى وحدة المناخ، ولدينا ظاهرة ضوئية وهي ظاهرة قوس قزح. قوس قزح العادي من شروط تشكله الشيء الأساسي وجود قطرات من الماء في الجو بالإضافة إلى ضوء الشمس. إذا شروط توافر لازم توافرها لحدوث أو رؤية قوس قزح أن يكون مصدر الضوء خلف الناظر، بالإضافة أن تتراوح الزاوية المحصورة بين خط البصر وأشعة الشمس بين 40 ل 42 درجة. الآن هل كل أشكال قوس قزح واحدة؟ لا، لدينا أيضا قوس قزح مقلوب يحدث في طبقات الجو العليا، ولكن نميزه عن قوس قزح العادي بأنه يحتاج إلى بلورات ثلجية وليس إلى قطرات من الماء. إذا نستطيع أن نميز بين الاثنين بوسط الانكسار والشكل وترتيب الألوان، فنلاحظ أنه قوس قزح العادي هو قوس نحو الأعلى، أما قوس قزح المقلوب هو قوس نحو الأسفل، أما قوس الضباب فهو نفس قوس قزح العادي، ولكن الفرق أنه يحدث عندما يكون هناك ضباب أي سحب منخفضة وقطيرات مائية صغيرة جدا لا تسمح بانكسار الضوء، فلذلك يظهر قوس قزح الضباب بشكل بلون أبيض. أما قوس القمر فهو يظهر عند قبل شروق الشمس، قبل ضوء القمر هو الذي يؤثر، فأيضا يحتاج إلى ضوء القمر وأن يكون القمر بدرا. لماذا يبدو خافت أكثر من القوس العادي؟ لأن ضوء القمر أخفت من ضوء الشمس. سريعين جدا طبعا نعتذر من الطلاب. طبعا بالنسبة لدرع الأرض واضح جدا، لن أتوقف سأرجو. بالنسبة لدرع الأرض اللي هي طبقة الأوزون، وهذه الأوزون هو عبارة عن ثلاث ذرات من الأكسجين. ما المشكلة التي تعرض لها طبقة الأوزون؟ هو تآكل طبقة الأوزون. ما السبب؟ السبب هي الملوثات. أهم سبب هو مركبات الكلور فلور كربون التي عندما تصل إلى طبقة الستراتوسفير تقوم بتفكيك غاز الأوزون والسماح للأشعة فوق البنفسجية بالدخول. ما الأضرار التي أو من النتائج السلبية لدخول أشعة فوق البنفسجية وتآكل طبقة الأوزون على المناخ؟ ارتفاع درجات الحرارة وزيادة متابعة، بالإضافة إلى أن الجليديات حتزيد، حتذوب الجليديات، ترتفع مستوى البحار والمحيطات. من الناحية الاقتصادية نتحدث أهم شيء عن الزراعة، سيتراجع الإنتاج الزراعي والحيواني، وهذا سيؤثر بشكل كبير على الأوضاع المعيشية للناس، على فرص العمل. واضح جدا بالنسبة للكائنات الحية تؤدي إلى حدوث أمراض، مثل الإنسان سيؤدي إلى مثلا حدوث أمراض الجلد، السرطانات، العمى إلى آخره. شكرا لك يا أنسي مروى. بس وردت بعض الأسئلة أستاذ أيمن. نعم. هي واضحة من السلك ونتابع بعد ذلك. سؤال هلا من الأسئلة بالجغرافيا، كل هذا بالكتاب الحفظ، وإذا كانت لا شو نحفظ؟ أكيد طبعا نحن عندما نستعرض أمامكم نقول أن هذه الأمثلة ليست للحفظ، نحن نأخذ المفاهيم الأساسية فقط لا غير، ومن خلال سردنا واضح الإجابة. هلا مسألونا بسؤال الخريطة، الثروات الباطنية بدها حفظ لأنه عم بيقولوا إيه؟ طبعا أجبنا طبعا حكيت الآن إنه سنعرض بالنموذج، والدليل إنه ما في أسماء، لم يثبت على المكان الثروي اسم هذه الثروة. أبدا ليست للحفظ، والنموذج سيكون واضح في نهاية الجلسة. طبعا سؤال خريطة الوطن العربي مطلوبة طبعا، خارج الجمهورية العربية السورية. ممكن حل سؤال وصف قطعان أقيعان البحار والمحيطات في النهاية، إذا تمكننا من الإجابة سنجيبك عنه، لكنه واضح طبعا. القيعان قلنا أن هناك تضاريس في البحار كما هناك تضاريس على اليابسة، هناك منخفضات مرتفعات والسهول بنفس الطريقة. أنه وحدة الاقتصاد محذوفة لأنه ما أخذناها، سنتكلم عنها لاحقا. وحدة الاقتصاد طبعا الكتاب كله داخل، لا يوجد شيء محذوف أبدا. سنتحدث من نموذج يعني مطلوب، معناته عم بتأكد بالسؤال أو أنه نحفظ وحدة الاقتصاد ولا لا. ذكرت الآن وحدة الاقتصاد طبعاً الحفظ، وأثناء بعتقد أنسة لما كان عملية التأليف كان محسوب حساب انه وحدة الاقتصاد ما يكون فيها كثير اسئله استنتاجيه مشان الطالب، اسئله بسيطه وسهله وهي اغلبها امثله، والامثله ليست للحفظ للفهم، والامثله والنموذج الامتحاني اللي انطرح كان فيه تحليل النصوص، وعلى الطالب ان يقرا النص ويجيب. الفصل الاول تمت التجربه وكانت ناجحه جدا عند ما قام الطالب بتحليل النص. تمام. نعم. ذات فكرة استثمار ميزات مكان، ذات الفكرة أنه استثمار ميزات مكان، أنا بعمل مشروع ممكن صناعي زراعي تجاري في حال. تمام. سؤال بيقول ما هو البلانكتون؟
البلانكتونات هي المغذيات للاسماك في البحار. عوالق عوالق عباره عن مغذيات موجوده في البلانكتون نباتي. هناك بلانكتون نباتي وهناك نبات. ومذكوره ومذكوره مذكوره في الدرس بشكل كامل. واضح جدا. تمام. في سؤال مو واضح بس انسر عندي انا ما لا ما بدك ترفع لنا بس ال اي هذا هون الخط الكبير. نعود للأسئلة مرة أخرى. تمام يعني تمام. ممكن شرح عدد المياه شرح تفصيلي. طبعا الوقت ضيق جدا المستحيل شرح تفصيلي. بخمس دقائق ستستعرض الآن سينور وحدة المياه وتستطيع العودة لها متى تريد. تفضلي آن سينور بوحدة المياه. نحن بس حبذا في مداخلة إنه ننبه ننكد على الطلاب إنه ما في شيء من خارج الكتاب. التزام كامل بالكتاب بغض النظر عن حفظ الأمثلة واللي موجودة طبعاً. مستحيل يعني طبعاً. تمام. وحدة المياه سنبدأ في درس حركة مياه البحار والمحيطات. أولى تلك الحركات لدينا حركة الماد والجزر. اصطلاحا نسمي ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات وتقدمه نحو الشاطئ بالماد. أيضا اصطلاحا نسمي انخفاض مستوى منسوب مياه البحار والمحيطات وتراجعه عن الشاطئ بالجزر. يحدث المد نتيجة اختلاف توضع كل من القمر والأرض والشمس. فسنلاحظ أن القمر والأرض والشمس في زاوية قائمة في حالة المد المنخفض، بينما هي في حالة استقامة في حالة المد المرتفع. هذه الحركة لها فوائد، لها أهمية. تمثل فوائدها في توليد الطاقة الكهربائية، أيضا في تنظيف مياه البحار والمحيطات من الشوائب والملوثات. أنسى إذا سمحتي بس بالصفحات. لا تمام. أيضا دخول السفن وخروجها إلى الموانئ. ننتقل إلى الحركة الأخرى وهي حركة الأمواج. نلاحظ لدينا أمواج عادية والتسونامي. اصطلاحا نسمي الأمواج التي ترتفع إلى مئات الأمتار بالتسونامي. تنشأ الأمواج العادية عن الرياح في حين أن الأمواج التسونامي تنشأ عن حركات أرضية كالزلازل. أهمية الأمواج تتمثل في استثمار هذه الأمواج في توليد الطاقة الكهربائية، أيضا في دراسة تشكل التضاريس الساحلية. ننتقل للحركة الثالثة ألا وهي التيارات البحرية. اصطلاحا نسمي حركة مياه المحيطات والبحار في اتجاهات محددة بالتيارات البحرية. تنشأ هذه التيارات عن اختلاف خصائص مياه البحار والمحيطات، درجة الحرارة والكثافة والملوحة. أهمية التيارات البحرية، سنجد أن التيار الحار سيؤدي إلى ارتفاع حرارة المنطقة، زيادة كمية الأمطار، سيؤدي إلى تنشيط حركة ملاحة البحرية، زيادة الصيد البحري، بينما التيار البارد سيؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة، انخفاض كمية الأمطار، وبالتالي توقف الملاحة البحرية وتوقف أو ضعف الصيد البحري. إلا أن تلاقي التيارات الحارة مع التيارات الباردة ستسمح بازدهار الثروة السمكية، وهذا يعود بسبب توفر البلانكتون النباتي والبلانكتون الحيواني وهما الغذاء الأساسي للأسماك. ننتقل فيما بعد لدرج شريان الحياة. نحن هنا أمام اصطلاح نسمي تبدلات غزارة ماء النهر على مدار العام بنظام الجريان. نحن هنا بأمام دراسة نظام جريان نهر ما. هذا النظام تؤثر فيه مجموعة عوامل. سنستعرض هذه العوامل. لدينا عامل موسم الهطل وكمياته ودرجة الحرارة. على سبيل المثال سنلاحظ أن النهر الذي يمر في منطقة استوائية هو نهر منتظم الجريان، وذلك يعود بسبب الأمطار الاستوائية الدائمة، في حين أن النهر الذي يمر في منطقة متوسطية سترتفع غزارة هذا النهر في فصل الشتاء بسبب وجود عامل مؤثر ألا وهو الأمطار الشتوية. ستنخفض غزارة هذا النهر في فصل الصيف بسبب وجود عامل مؤثر ألا وهو الحرارة. العامل الآخر هو درجة انحدار السطح. نلاحظ أنه كل النهر الذي يجري في أراضي في منطقة ذات انحدار شديد هو أكثر غزارة من النهر الذي يجري في منطقة ذات انحدار ضعيف. هنا عامل الانحدار سيؤثر في سرعة جريان النهر وبالتالي التقليل من تأثير التبخر. العامل الآخر لدينا طبيعة الصخور. سنلاحظ أن النهر الذي يجري في منطقة ذات صخور كتيمة هو أكثر غزارة من النهر الذي يجري في منطقة ذات صخور نفوذة، لأن الصخور الكتيمة هي صخور ضعيفة النفوذية للماء وبالتالي ستحافظ على غزارة الماء، طبعا في حال كانت لدينا باقي الخصائص متشابهة.
بالنسبة لطبيعة الغطاء النباتي سنلاحظ أيضا أن النهر الذي يجري في منطقة ذات غطاء نباتي كثيف هو أقل غزارة من النهر الذي يجري في منطقة ذات غطاء نباتي قليل الكثافة. عامل الغطاء النباتي سيؤثر في تقليل التدفق المائي للنهر. أخيرا لدينا العامل البشري. العامل البشري هو عامل مؤثر من ضمن العوامل في استهلاك مياه النهر في الري في الشرب. أيضا له دور في تنظيم جريان النهر من خلال بناء السدود والمشاريع المائية. الأنهار والأمثلة المعروضة في الدرس طبعا هي ليست للحفظ في هي وإنما فقط لشرح العوامل المؤثرة في أنظمة جريان النهر. نلاحظ هنا أن في حال ورد سؤال عن هذه الأنهار سيكون لدينا نص، سيكون لدينا مخطط بياني واضح، سيقوم الطالب بالتحليل ومن ثم الإجابة. نكرر هي ليست للحفظ وإنما للفهم والتدريب. طبعا نؤكد عليها لأن بعض الأساتذة قاموا بمقارنة مباشرة بين نهر النيل ونهر السن ونهر الفرات ووضعوا مقارنات من المنبع إلى المصب ومحفظ. هي ليست للحفظ، الهدف من الدرس ومؤشر الدرس هو العوامل. فقط عن العوامل التي تؤثر. يجب على الطالب أن يحفظ هذه العوامل، يعرف كيف تؤثر على نظام الجريان في حال وجه له أي سؤال بمستوى عالي يحتاج إلى التحليل ليستطيع الإجابة. فالمقارنة أبدا ليست للحفظ. كما قالت الأستاذة نور، نقوم بوضع نص مع الشكل البياني الواضح الذي يستنتج من خلاله الطالب هذه نظام الجريان. طبعا كما ذكرت الأستاذة راغدة انه رح نستعرض بعض الأسئلة اللي فيها اشكاليات. لدينا اشكالية كانت في نهر السن. سنلاحظ أن نهر السن هو نهر غير منتظم الجريان. إذا قمنا بتحليل النص وربطه مع تحليل المخطط البياني سنلاحظ أن نهر السن يفيض في شهر نيسان في الربيع. من خلال ربطه بالنص العوامل المؤثرة هي ذوبان الثلوج من جبال اللاذقية أضف إلى الصخور الكارستية النفوذة للمياه التي ستخزن المياه الجوفية وتنفجر في نبع السن لتغذيه في شهر نيسان، في حين تنخفض غزارة هذا النبع في شهر آب في وقت الشح بسبب ارتفاع معدلات الحرارة ويكون عامل. إذن هو لا يفيد في فصل الشتاء. تمام، الشكل البياني واضح. الفيضان في نحن الزملاء على الزملاء بتحليل تمام بتحليل الشكل البياني واضح إنه في نيسان ارتفاع ذوبان الثلوج. وحكت الأنسة إنه العامل البشري له تأثير أكبر لأنه الدول تقوم بوضع أجهزة خاصة أو مضخات من أجل ضخ المياه لتأمينها للشرب. وذكرت في السطر الثالث إنه لتأمين مياه الشرب والري معناته هذا عامل مؤثر في نظام جريان. ولهذا في الصيف تقل المياه بسبب استهلاك البشري بالإضافة لدرجة الحرارة وعدم وجود كنهر بردة مثلا. نهر بردة يفيض، لكن الدولة في دمشق تقوم عندما نبع بردة باستثمار المياه للشرب. ننتقل إلى وحدة التراب وبشكل سريع جدا نحاول ذلك. نلاحظ أن لكل تربة خصائص تختلف عن التربة الأخرى. الإنسان استطاع من تمكن من تعديل هذه الخصائص، من تحسين ومن تحسين صفات هذه التربة من أجل تحقيق إنتاجية أعلى لهذه التربة. سنصنف الخصائص التربة إلى فيزيائية، حيوية، كيميائية. سنبدأ في الحيوية في الفيزيائية. سنلاحظ أن التربة الطينية هي تربة حمراء بسبب وجود أكاسيد الحديد تبعا للون. ايضا سنلاحظ ان التربه الصفراء هي التربه الرمليه هي تربه اصفر فاتح بسبب ارتفاع نسبه الكوارتز والكلز. في حين سنلاحظ ان التربه السلتيه هي تربه سوداء بسبب وجود الدبال، اصطلاحا نسمي بقايا النباتيه والحيوانيه المتحلله بالدبال. الخاصيه الثانيه لدينا نسيج التربه وهي مكونات هذه التربة من الحبيبات الرملية والسلتية والطينية. سنلاحظ أن نسيج التربة الرملي هو نسيج رملي، نسيج التربة الطينية هو نسيج طيني. بالنسبة لبناء التربة والمسامية، اصطلاحا نسمي الشكل الذي تترتب فيه حبيبات التربة المختلفة وتنتظم فيما فيه مع بعضها البعض ببناء التربة، في حين اصطلاحا أيضا نسمي الفراغات الموجودة في التربة بمسامية التربة. بناء التربة والمسامية ستؤثر على درجة النفوذية
الماء للغذاء وبالتالي على درجة التهوية. من أجل الوقت فقط سننتقل إلى القدرة الإنتاجية مباشرة. العمق، دور العمق. العمق كلما ازداد عمق التربة ستكون القدرة الإنتاجية أكبر والعكس صحيح. ننتقل للخصائص الكيميائية. لدينا البي اتش، البي اتش سيكون في التربة المثالية ما بين 5 و7 تربة المثالية نمو المحاصيل الزراعية. كلما طبعا ازدادت درجة الحموضة وازدادت درجة القلوية قلت خصوبة التربة وقلت إنتاجيتها. ننتقل إلى الخصائص الحيوية. وأولى هذه الخصائص الدبال. الدبال الذي ذكرناه قبل قليل هو بقايا مواد نباتية وحيوانية متحللة. للدبال فوائد كثيرة، سيمد التربة بالمواد المغذية، هو منظم لحموضة التربة، منظم لقولوية التربة، يوفر الطاقة اللازمة للكائنات الحية ونشاطها، يحسن من بناء التربة. الدبال يعمل كمادة لاصقة على تجميع حبيبات التربة وبالتالي توسيع المسام مما يسمح لمرور الماء والهواء وتوغل جذور النبات. أخيرا نشاط الكائنات الحية في التربة، سنلاحظ أن سيضعف نشاط الكائنات الحية في التربة الرملية بسبب قلوية التربة وفقرة للدبال، في حين سيزداد نشاط الكائنات الحية في التربة الطينية بسبب تعادل التربة. ننتقل للدرس الثاني ونحن سأنوه لفكرة بس أستاذة نور، يعني إذا سألنا عن الدبال مثلا في التربة الرملية بشكل خاص. لم نقول بشكل عام، في التربة الرملية هي تربة قلوية، إذا أضفنا الدبال وكتب الطالب مثلا أنها تنظم حمودة وقلوية التربة لن نحصل العلامة الصحيحة، فقط سيتحدث عن قلوية التربة، نتحدث عن التربة الرملية بالإضافة طبعا إلى مدها بالطاقة اللازمة والتغذية تمام إلى آخره. شكرا. بالنسبة لدرس الثاني، نحن هنا بصدد مخطط حل مشكلة. كما نعلم لكل مشكلة لها أسباب، لها نتائج، لها حلول. الحلول تكون من خلال معالجة أسباب هذه المشكلة. من أسباب الطبيعية ارتفاع درجات الحرارة، قلة الأمطار، وجود أملاح كربونات المنغنيزيوم والكالسيوم وغيرها من الأملاح بنسب عالية. أيضا لدينا بالعوامل البشرية الري بالغمر وطرق الري التقليدية، أيضا استخدام الأسمدة بشكل مفرط، ري الأراضي بماء جوفي مالح. بالنسبة لسوء الصرف هو يجوز طبيعي ويجوز بشري. يجوز طبيعي في حال كانت التربة رديئة الصرف، ويجوز بشري في حال غياب وجود قنوات تسمح في صرف المياه الزائدة. كيف سنحل هذه المشكلة من خلال معالجة الأسباب؟ على سبيل المثال استبدال طرق الري التقليدية بطرق ري حديثة كالري بالتنقيط و الري بالرش. سوء التصريف سنقوم بمعالجة هذه المشكلة من خلال حفر قنوات لتصريف الماء الزائد. ينتج عن هذه المشكلة مجموعة نتائج بيئية كالتصحر والتلوث، نتائج اقتصادية تتمثل في تناقص وتدني الإنتاج الزراعي وخروج مساحات واسعة من دائرة الاستثمار الزراعي، نتائج اجتماعية كالهجرة والبطالة والمجاعة. شكرا لك يا أستاذة. فقط أريد أن أنوه إلى فكرة الأمطار. هناك معلومة واضحة في الكتاب صفحة 113، لا يحدث التملح في الأراضي التي يزيد معدل الأمطار فيها عن 450 مليمتر. طبعا ما لم يتدخل العامل البشري هنا، في حال تدخل العامل البشري فسيؤدي إلى حدوث تملح. طبعا العامل البشري من خلال الأسمدة الكيماوية أو من خلال أن يقوم بري أرضه بمياه جوفية مالحة. فهذه المعلومة هامة جدا للدرس. انتهينا طبعا وحدة التراب مع الأستاذ أيمن بهيج، وحدة السكان أما ضروري طبعا حتى نعرض النموذج الامتحاني. تمام. وحدة السكان طبعا هنا صرنا بالمراحل الأخيرة من العام الدراسي، فالطالب ضروري يركز على المواضيع الأساسية الموجودة فيها بغض النظر عن الأمثلة. بداية بالكثافة السكانية بتعريفها مقسوم إلى قسمين، مقياس ديموغرافي لقياس عدد السكان في منطقة جغرافية ما، أو هي عدد السكان في منطقة مقسوم على المساحة الكلية للمنطقة. يعني اصطلاحاً نتقالها كثافة سكانية لقياس ديموغرافي أو هون بتصنيف الكثافة السكانية طلع معنا أن هناك مناطق أو مدن ذات كثافة سكانية منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة، ثلاثة طبعاً مع بعض حسب توزعها في الدولة. لحظة بس أنسى، خلينا على الصفحة 119. في مجموعة المشاريع هون اعتمدنا على نص، معناته أنا من خلال قراءة النص واختيار المشروع ينطبق قد ينطبق المشروع على المناطق منخفضة ومتوسطة، لكن السكانية المرتفعة تأخذ استثناء دائما أنه بده يكون في مراعاة لتركز السكان في هذه المنطقة، فبالتالي المشاريع اللي تحتاج مساحات كبيرة خالية من السكان ضعيفة احتمال إقامة في مناطق
ذات كثافة سكانية مرتفعة أو مدن. فهون ارتقينا أنه تكون مدينة مشان الطالب يختار مشروع خدمي لهذه المدينة. فالمنطقة لمدينة كثافة سكانية منخفضة مثلا أبنية رياضية، ليش؟ لأنه مناطق واسعة خالية من السكان، هذا أهم المقومات. الفائدة نشاط اقتصادي، استثمار اقتصادي، تنمية، جذب سكان، يصح لهذا الأمر. أستاذ أيمن، بعض الطلاب يقولون وهناك الكثير من المدن الرياضية في مناطق مرتفعة الكثافة، تمام، مرتفعة الكثافة، لكن بجانب هذه المدن. أما هون نحن كان المدينة كثافة، فممكن إقامتها من خلال مثلا التوسع إلى جانب المدن كما يحدث في المدن الكبرى في أوروبا، في تمام، بالغاية منها تنشيط هذا الأمر أو توجيه السكان نحو المناطق الخالية من السكان. يعني الطالب الذي يذكر المشروع ويبرر ويبرر جوابه الصحيح، فجوابه الصحيح تمام، لأنه انطلب اختيار المشروع قدمنا له إياه بالنص ومطلوب منه المبررات، المقومات والفائدة. معناته السؤال على المقومات والفائدة أكثر أهمية من المشروع الذي يختاره الطالب، وله حرية الاختيار إذا ورد ضمن النص. الغاية من الكثافة، العامل الأكبر المؤثر في الكثافة هو الهجرة، لأنه الهجرة هي التي تسبب خلل في كثافة السكان بين مرتفعة لمنخفضة لمتوسطة. فعندما يهاجر السكان مثلا من القرى إلى المدن ستنخفض الكثافة في القرى أو في البلدات وترتفع في المدن. فمعناته شو العامل الأساسي في المسبب خلل في هذه الكثافة؟ كان الهجرة. لذلك كان وضع الهجرة مع الكثافة ليكون مقياس اختلاف الكثافات بين هذه المناطق. طبعا نص حمى الذهب هو تمام. مثال تطرقنا مثال له يحلله الطالب ليفهم حتى يشاهد الطالب أنه كيف أثرت الهجرة في كثافة تلك المنطقة لتصبح هذه الولاية من أكبر مناطق الولايات المتحدة الأمريكية أو ولايات المتحدة الأمريكية. ننتقل إلى ما بعد ذلك، تمام، الهجرة في النهاية من الريف إلى المدينة، أثرت كيف طورت وأسباب بعد الخرائط. تمام. طبعا الخرائط واضحة نعرف في هذا، يحلل الطالب الخريطة الأولى، يشاهد ارتفاع الكثافة خاصة في المدن وأطراف هذه المدن تتوسط، وأخذ مجموعة من الخرائط لحتى يوصل إلى تمام لحتى يوصل إلى أثر هذه الهجرة. الهجرة في خدمة التنمية، قدرات وإمكانات ومساهمات المهاجرين مدهشة جدا. معناته نحن من خلال قراءة النص أرجو من الطلاب نظرا للأحوال اللي بتمر فيها أنه إذا ورد النص يقرأ النص بشكل كامل بدقة. قدرات وإمكانات ومساهمات المهاجرين مدهشة، فمعناته أنا لما قرأ النص كتبنا له آثار سلبي وآثار إيجابي. فمعناته أنا عندما أقوم بالتحليل، تعاني دول عديدة في مختلف أنواع من مختلف أنواع الهجرة لأسباب متعددة ينتج عنها أثر سلبي، بنتقل للفقرة اللي بعدها أثر إيجابي. نعم. نفس أنسي أثر إيجابي، ووضعنا له آراء ترى أن هذه الهجرة موجودة وستستمر وآثارها على الدول المستقبلة، والرأي الآخر أنه على الدول المرسلة. ما علي إلا أن يستنتج بعد قراءة الحالة الأولى للحي الصيني في الولايات كاليفورنيا والإمارات منطقة أبوظبي، ويشاهد كيف أثرت سلبا وإيجابا. نعم. كالهجرة مثلا من الريف إلى المدينة، سلبا انخفضت الكثافة، لا ذكرت انخفضت الكثافة بالريف، إيجابا مثلا زادت فرص العمل لبعض الموجودين فيها. نعم. قد تكون خير، لكن في المدينة إيجابا زادت حالات العمل أو اليد العاملة، لكن سلبا أنه ظهرت مشكلة مثلا سكن عشوائي. نعم. للهجرة. واضح. سننتقل إلى وحدة الاقتصاد أيضا. وحدة الاقتصاد بشكل سريع، لوحدة الاقتصاد الدرس الأول هو الزراعة. سيلاحظ الطالب أن هناك تم وضع المدارس الحتمية والإمكانية ليستفيد منها الطالب، أن لحتى نعطيه ما هو قادم، أنه أنا بالحتمية والإمكانية لن أسأل طالبي أنه ما هي المدرسة أو قارن بين المدرسة الحتمية والإمكانية، استحالة، لأن الإنسان بتقدمه العلمي وتطوره قضى على ما شيء يسمى الاحتمالية. الاحتمال أصبح ضعيف جدا، مشان هيك وضحنا له أثر أهمية دراسة الزراعة والجغرافيا. أنت الآن في درس الزراعة في كتاب الجغرافيا، معناته مترابطة بشكل كبير عملية دراسة الزراعة في علم الجغرافيا، ليفصل العوامل المؤثرة. إذا ذكر الطالب أنها تدرس العوامل المؤثرة في الزراعة، انتقل إلى الصفحة التي تليها يفصل العوامل الطبيعية والعوامل البشرية. من صف رابع خامس انتقلنا معه، لأننا نحن بمرحلة تكاملية للمنهاج، يعني ما في شيء واضح أن رأس تمام. المال هو بشري، واضح أن التربية هي طبيعية سريعة بسيطة وسريعة، مشان نثبت على الطالب أنه أنت
تستطيع أن تميز بين ما هو طبيعي تمام. وبشري. ننتقل إلى مثال العراق. مثال هل هو لحفظ الأساتذة يطلبون حفظ المناخ في العراق والزراعات والتربية الحيوان، هل هي مطلوبة؟ تمام. أبداً، لأنه نحن من هون استعرضنا بالأول الرأي الأساسي الذي يفرض الحتمية، قلنا له نحن حتماً لما يكون هيك المناخ في العراق ووضع العراق فهيك عم بيزرعوا. بالصفحة التي تليها وضع العامل البشري وكتبنا له تجاوز السطر الأول فقط، إذا قرأ الزميل المدرس أو الطالب أكد دور الإنسان في تجاوز العقبات التي أوجدتها الطبيعة، معناته نقلناك من الحتمية إلى الإمكانية، وسكان العراق يزرعون في كافة المناطق المحاصيل التي يروها مناسب. تمام. تحدي الصعوبات. تحدي الصعوبات، والطالب عنا هون في كل مناطق الجمهورية العربية السورية يتناول محاصيل شتوية في الصيف وصيفية في الشتاء، واختلف الأمر يعني ما تأثر يعني معه. لن نسأل الطالب في الامتحان بكل بساطة ما هي أنواع الزراعات في دهوك أو ما هي في الزراعات في الأنبار، حتما لن نسأل بهذه الطريقة لأنها ليست الهدف، وإنما يجب أن يعرف الطالب أنه في المناطق الصحراوية الفقيرة بالمياه قام الإنسان بتحدي هذا الوضع وقام باستجرار المياه بحفر قنوات بتجميع بسدود سطحية بالكثير من الأمور ليعالج هذا التحدي الطبيعي تمام. ويقوم بالزراعة صح. ليس مطلوب حفظ الزراعات أحبائي الطلبة رجاء، المطلوب فقط أن تعرف كيف تحدوا في العراق هذه الصعوبات وتجاوزوها ليقوموا بالزراعة في أي تمام. مكان. أنه الإنسان استطاع الإنسان، وأعطينا ما قام به المزارعون، حسن مزارعون في مناطق مختلفة في العراق، بعدين ما الزراعات التي بعد التعديلات مبررا إجابتي، يعني شو ممكن نحن نزرع محاصيل غير الموجودة في هذه المنطقة، مثلا المنطقة الجبلية بعد تسوية الأرض بيزرع فيها قمح بربي أبقار لأنه أصبحت الأرض جاهزة للزراعة. طبعاً عندما نقول غير مبرر لنا أن نسأل الطالب عن ما الزراعة المناسبة لهذه المنطقة، لأن الطالب لا يعرف ما هي المقومات تمام. جميعها المناسبة لهذه الزراعة تمام. فهذا السؤال غير محتمل. يعني ما عنده خبرة الطالب، ما عنده خبرة ماذا تزرع. أعطينا الصورة نحن وقلنا له اقترح له اقتراح ضمن هذا النشاط داخل الصف، ومو معناه اختبره بما كان يزرع سكان العراق تمام. في تلك المنطقة. مجرد مثال، في حال ورد سيكون هناك نص كما تمام نص أمام الطالب ليحلله. سننتقل إلى درس الصناعة ونركز على أهم ما فيه. أهم ما في الصناعة كان نحن بالنسبة لنا طبعا هناك مجموعة من العوامل التي مؤثرة في قيام صناعة رابحة. صفحة أنسي صفحة 138. العوامل المؤثرة في قيام صناعة رابحة في مكان ما. طبعا بعد ما قرأ الطالب ومر معه طبعا القسم اللي فوق حبينا نضيف طبعا احنا فقرتين كتابة انه يشاهد انه انا من العوامل الرابحة توفر المادة الخام ونوعيتها، ان تكون ذات نوعية جيدة، معناته المادة الخام ونوع المادة وجودتها من اهم العوامل التي لحتى تكون صناعة منافسة وبالتالي رابحة. الجدول الاقتصادي من خلال قراءة النص شاهد الطالب أنه سيصل لمثال أنه سيدرس النفقات والتكاليف وإلى آخره، هاي اسمها جدول اقتصادية. الأسواق طبعا نستطيع أن نضيف غير المكتوب تمام. أستاذ أيمن طبعا خاصة أنه موجودين بالنص واستنتج الطالب ووصله طبعا. طيب ما درس الطالب حسب الظروف؟ جدول اقتصادية، نوع المادة وجودتها، المادة الخام، الأسواق الواسعة واليد العامل الخبيرة طبعا. هي تعطي صناعة رابحة في أي مكان في العالم طبعا. واتساع السوق تمام. واتساع الأسواق الواسعة، ذكرت جدول نوع المادة وجودتها، المادة الخام، أسواق واسعة، يد عاملة خبيرة، هي كلها عوامل قيام عوامل الصناعة قيام الصناعة الرابحة. من خلال الأشكال توزع الجغرافي في مناطق مبعثرة وقرب مواقع، وفي شرح تحت منها مشان يعرف الطالب أنه أنا ليش أقمت هذه استلاحة تمام. أستاذ أيمن تمام. اختيار الموقع المناسب للمصنع يراعى في الجانب البيئي والجدول الاقتصادية، هذا الكلام اصطلاحا نطلق عليه معنى التوطين الصناعي. التوطين الصناعي دائما نراعي فيه جانب بيئي وجدوى اقتصادية تمام. مشان هيك الدول بجميع أنواع أقامت مدن صناعية حتى توطن الصناعة وخدمتها بوسائل النقل وإلى آخره نعم. مشان تراعي الجانب الحيوي والبيئي عفوا والاقتصادي. فانطلب من الطالب بعد ما أخذ أشكال توزع جغرافي أن يصل إلى مجموعة من الصناعات، مثلا المثلجات المكان الأفضل لإقامتها، نحن عاطينه بأشكال التوزع الجغرافي أنه مثلا سهولة النقل والتصفية تقام قرب المدن،
فأقمناها قرب المدن لسهولة النقل والتسويق. أضفت أنا سبب الاختيار سهولة النقل والتسويق، معناته الأقرب قرب المدن، واسمها مثلجات. مستحيل أنا أضع معمل مثلجات في البادية وأنقلها إلى مدينة دمشق أو حلب، فمعناتها صار تكلفتي عالية، البرادات بتوصلها. هذا يعني نحسب الجدول الاقتصادية. الجدول الاقتصادية. في حال الطالب قال أنا أريد أن أبني مصنع في هذا المكان ووضع أي سبب، تمام. في حال كان السبب غير مقنع، هو مكلف جدا، يحتاج يد عاملة بشكل كبير يعني جدا. يعني إذا كان توفر وسائل النقل، صح توفر وسائل النقل، لكن سيزيد تكلفة النقل. هناك تكلفة مادية في الجدول الاقتصادية سقطت من الموضوع. قطعة المثلجات ستتضاعف أسعارها، أما بقرب المدن أوسع استهلاك. تمام. تقرير النفط قرب طرق المواصلات الرئيسية والموانئ البحرية، ويعرف الطالب درسنا سابقا مصفات حمص ومصفات بانياس، واحدة في الساحل السوري، لكن ممكن إقامتها قرب المناطق. صحيح ممكن أن يبرر الطالب سبب الإقامة مثلا أن تكون قريبة من المدن إلى آخره، لكن نحن أعطينا أن المادة الثقيلة هي الأكثر، كعربات القطار لثقل وزنها وارتفاع تكاليف النقل، معناته في مناطق التوطين أو مناطق استخراج المبعثرة للهواتف النقالة والخلويات، ممكن أن أقيم في أي منطقة يشاء، لأنه هذه تحتمل التخزين، تحتمل وزنها خفيف، فممكن أنا بكمية تمام تمام، فبالتالي لما بقيمة بأي منطقة مبعثرة، فالجدول الاقتصادي لارتفاع أسعارها كونها ضمن الإلكترونيات تغطي نفقات النقل وأد مكان، فالمبعثرة هي الأكثر. سننتقل مباشرة للشوندر السكري، هل هي حالة؟ الشوندر السكري حالة أبداً. الشوندر السكري هي عبارة عن شرح كامل قدمنا له للطالب كمادة، في حال وروده سيرد النص أمام النص الطالب، تمام. فقط عليه أن يفهمه ويحلله، تمام. حتى أن يقرأ النص ويحلله، لأنه ممكن له ما هي العوامل أو ما هي الصعوبات التي تعاني منها صناعة السكر في سوريا، صار سؤال الطالب مجهد عليه، وخاصة تمام بهذا الظرف. طبعا عندما نقول أستاذ أيمن للطلاب ليس للحفظ لكنه للفهم المعمق، تمام. بدون فهم معمق وبدون قدرة على التحليل لن تتمكن، لا يهمل، تمام. لا يهمل. يقرأ الطالب، اقرأه حلله، فلتعرف كل سطر ما فيه من معلومة حتى تتمكن من الإجابة، وتربط مثلا ما بين عندما درسنا الشوندر السكري نربطه بتوطين الصناعة، عندما ندرس أي حالة نربطها بكل الدرس وبموضوع العوامل المؤثرة في قيام صناعة رابحة، تمام. إلى الأخير لا يوجد شيء في سنتوقف عنده من أجل السرعة. التبادل التجاري سنتوقف عنده مثلا سياسة الباب المفتوح. سياسة الباب المفتوح صفحة 144 أنس. سياسة الباب المفتوح طبعا ركزنا عليها هون لأنه هي الأساس، تعتبر أساس عملية التبادل التجاري، إن كان اسمها باب مفتوح أو ليس باب اسمها باب تمام. مفتوح. التبادل التجاري، عملية الباب التجاري هي الإجراءات التي قامت بها مثلا تجربة اليابان، فكيف قامت هذه الدولة بتنشيط تبادلها التجاري مع العالم، لأنه نحن بدينا له دولة متقدمة صناعية لدرجة عالية، من أين تؤمن مواردها؟ حاطين لك الصور، يعني جوابك كلمتين استيراد أو كلمة واحدة، فمعناته الاستيراد معناته جزء أساسي من التجارة أو التبادل التجاري، لنصل إلى السياسة التي تبعتها اليابان من خلال هذه المقومات أو هذه الأساسيات لعملية التبادل التجاري. سعة توسيع الأسواق، تقديم تسهيلات لتدفق رؤوس الأموال والاستثمار، حسنت شروط التعاملات المالية، خفضت التعرفة الجمركية على الواردات لحتى تشجع الاستيراد. طبعا تخفيض التعريفة الجمركية إن كانت اليابان أو غير اليابان، أو غير دولة كانت في العالم، اسمها سياسة باب مفتوح أو بغير اسم، تمام. أي دولة ترفع من التعريفة الجمركية فهي تعيق عملية التبادل تمام. التجاري، لن يتشجع المستثمرون في الإقامة بهيك دولة، وتسهيل تدفق رؤوس الأموال هي عامة بالتبادل التجاري، فخلق فرص عمل جديدة وزاد من مصادر الدخل، فارتفع مستوى معيشة السكان وبدأت تتخصص في صناعات دقة عالية. هذا أخذ لليابان التخصص، لكن أي دولة في العالم ممكن نشط التبادل التجاري بهذا الأمر. من هذا المنطلق من سياسة الباب المفتوح انتقلنا إلى العوامل التي تؤثر في التبادل التجاري، واضحة تجربة البرازيل هي فقط لكي يكون الطالب يفكر ويحاور، لأن اختلاف الظروف والتخصص الإنتاجي بسلعة معينة كيف تمام. أكيد أنا لما الدولة بدها تتحكم سألجأ لأي دولة أخرى تقدم هذا المنتاج بكمية أقل بسعر يعني أقل، تمام. ممكن كل العالم يشرب من برازيلي في من إفريقيا في بلمن، لأنه أعطيناك خريطة تظهر مناطق زراعة البلمن، طلبنا منك تفكر وتحاور زملائك. من العوامل انخفاض تكاليف الإنتاج التي ستسهم، اختلاف الميول والأزواق، نحن منشوف فوت على السوبر ماركت، فوت على البقالية، بيختار أنا كطالب أو أنا كرجل أو كامرأة، بيختاروا
بصير ينقوا حسب المقدرة المالية، فهذه تؤثر في عملية التبادل التجاري. أكيد البضاعة الموجودة في المول تختلف عن البضاعة الموجودة في البقالة. نعم. فبالتالي كل حي بما يناسبه في الميول والأزواج. في الميول الثورة الرقمية، هنا نتحدث عن التجارة، كانت سميت ثورة رقمية لأنه نحن طالبنا يتعامل مع عدد كبير من الوسائل التقنية كما نحن الآن في حالة تقنية، فبالتالي يقوم بعملية الشراء والتبادل من خلال الآلات الأدوات الإلكترونية، فبالتالي مر بهذه التجربة من خلال عملية التسويق. نعم. الإلكتروني. نعم. فأسهمت في تقارب الأسواق، أسهمت في عرض كثير من المنتجات ما كنا نعرف فيها، صرنا نشاهدها من خلال شاشات التواصل الاجتماعي أو التسوق الإلكتروني. نعم طبعا الكلام الموضوع عن شهد العسل هي مجرد تجربة. فكرة، هي تجربة. تجربة. خطوات التسويق يستطيع أي طالب أن يحصل عليها من الإنترنت. تمام. ليست للحفظ خطوات. وارتئينا أن تكون للطفل. ولكنها فكرة طبعاً. تمام للطفل. إنه واضعين صورة الطفل أمام والده وعامل حتى يشاهد إنه هذا الطفل شو فكر وكيف استطاع أن يصبح منتج من خلال ما قام به ودرس المنطقة. أهم شيء هو دراسة المنطقة. تمام. نعم. تمام. أنسي بالصفحة اللي بعد. لا خلينا فوق الآن سمعت أيوه لفوق شوي بالله. بعد اختيار فكرة المشروع التجاري مقومات تنفيذه توفر المادة، أنه يكون عنده أن المادة يد عاملة معدات جدوى اقتصادية وضعتها بين قوسين التي تشمل تكاليف نفقات توقعات الأرباح، نفس اللي كتبه الطالب. تمام أنسي. تمام. نفس اللي كتبه بالبداية للصناعة الرابحة طبقنا لك هون نحن على تجارة رابحة لمنتج رابح. نعم. فاختار اسم المنتج ودرس إمكانية التسويق محليا وخارجيا. خطوات التسويق الإلكتروني: أنشأ الموقع، جمع البيانات، جهزها، حمل هذه البيانات على الموقع، شاركها على منصات التواصل الاجتماعي، ثم بدأ بالمرحلة الأخيرة اللي هي سيتواصل مع الزبائن، لأنه دخل إلى منصات التواصل الاجتماعي. بدخوله لمنصات التواصل الاجتماعي أضفنا الشرح، بعد عدة أيام تلقيت الردود وبدأت أتواصل. نعم. إذا استثنينا المرحلة الأخيرة من التواصل مع الزبائن، التسويق الإلكتروني بيوصلك للمرحلة التي ستتواصل بها مع الزبائن. طبعا الآن من أجل الوقت أستاذ أيمن، الدرس الذي يليه هو بين بصمة المكان وعبقرية الإنسان في الهندسة هي شروط النقل البري والنهري. لن نستطيع التوقف. شروط واضحة. الطالب شروط واضحة الهدف منها. تمام. الوقوف في وجه التحديات الطبيعية لإنشاء. تمام. شبكات نقل في أي مكان طبعا بالعالم، غد روسيا، أمريكا، الصين. نعم. سوريا، كلها نفس الشروط. تمام. وتتبع المسار للخط على خريطة، فهيك سؤال طبعا ليتعامل مع الطالب في الكتاب. السياحة إلى درس السياحة. بالسياحة طبعا التركيز على أساسيات طبعا النص الكبير أو الصور والملحقات كلها لحتى يميز الطالب أن نوعين أساسيين للسياحة: سياحة داخلية وخارجية. من خلال تجربة بسيطة استخدام جواز السفر، بس وضعنا يده على أو قدمه على بداية الطريق نحو. طبعا عفوا استاذ ايمن، اؤكد بس على الطالب انه انواع السياحه بحسب المكان غير انواع السياحه بحسب النشاط. طبعاً. انواع السياحه بحسب المكان داخلي وخارجي، اما بحسب النشاط هي موجوده في الصفحه 159 شرحها مستفيد موجودة. وعلى الطالب ان يحفظ شرحها. لا ان سياحه ثقافيه، ان ازور المتاحف، ان ازور القلاع، القصور، كذا، أتعرف على ثقافات الأمم، هي ثقافية علاجية سواء كان لمياه معدنية أو سواء كان لطين البحر الميت أو سواء. نعم. وهناك السار. بعض السياحات تحتمل أكثر من إجابة. تمام. وأقيمت منتجعات لا تمتلك مقومات لكنها للعلاج كما في أوروبا للعلاج. نعم. يسافر إليها كبار السن مثلا أو المرضى للعلاج فسميت علاجية. مو بك حرفية الكلمة، إنما أن يفهم الطالب سياحة بائية أن أزور محميات طبيعية. نعم. تمام. هذه أنواع السياحة فصلنا. يعني السياحة البيئية قد تكون سياحة تعليمية أيضا. تمام. أو سواحل مغلقة. تأخذ أكثر من. وأعود لأكرر، حسب النشاط تختلف عن حسب المكان. في النهاية أستاذ أيمن. نعم. عن محمية الفرنلوك. الفرنلوك، محمية الفرنلوك وضعنا السياحة البيئية. أن المنظمة العالمية اليونسكو وضعت مجموعة من المعايير، هي أربعة معايير، أعطينا للطالب هذه المعايير، جمال الموقع، الصخور، كذا إلى آخره، وانتقلنا بإعطاء محمية الفرنلوك في الجمهورية العربية السورية. الجواب برأيك نعم، لأنها تمتلك جمالا طبيعيا استثنائيا، رجعت للمعايير ونشأت فوق صخور. طبعا من وين أخذت المعايير؟ ما حافظها، وجدتها بالنص، فحللت النص وأعطيته أنه أنا
في صخور ناريه نادره، نادر اندفاعيتهم الخضراء، انواع نباتيه متنوعه وانواع حيوانيه وطيور نادره، معناته تستحق ان تكون. اشكرك استاذ ايمن واعتذر من المقاطعه الكثيره واعتذر من السرعه. اذا سمحتي انس النموذج الامتحاني بشكل سريع، سنقوم بعرض النموذج الامتحاني. هل هناك اسئله؟ ممكن توضيح كيف يأتي السؤال من وحدة السكان والاقتصاد في الامتحان؟ تحدثنا عنها طبعا. كيف يأتي السؤال من درس أين أصنع؟ كمان ذكرنا تحدثنا عنها تمام. وهذا النموذج الامتحاني أمامنا الآن. طبعا اختيار الإجابة الصحيحة واضح. أعود لأقول مثلا في السؤال الثاني، هو مسألة بالحساب الذهني يتمكن الطالب مباشرة من حسابها ووضعها. في حال أتت هذه المسألة كسؤال مستقل وطلبنا حل، طلاب يحلونها بشكل مسألة كما هم تعودوا، وطلاب يحسبونها ذهنيا، ولكن شرط أن يبرروا كيف حسبوها ذهنيا باتجاه الشرق باتجاه الغرب، تنقص ينقص توقيت أو يزيد يعني عدد الحزم الساعية. بحقق المعادلة على المسودة الإجابة مقبولة طبعا. فاختيار الإجابة الصحيحة واضح. دائما نستبعد مباشرة الإجابة البعيدة عن الهي لنحصر إجابتنا في واحدة أو اثنتين. الصح والغلط، طبعا عندما عرضنا النموذج في الميدان لاحظنا اعتراض على موضوع تعليل العبارة الصحيحة، فسنتدارك هذا الموضوع لين يكون هناك تعليل للعبارة الصحيحة، وإنما فقط أجب بكلمة صح أو غلط مع تصحيح العبارة المغلوطة فقط لا غير. الإجابات طبعا واضحة، الأسئلة عفوا واضحة. حدد المصطلح الجغرافي، لاحظت خلال الجلسة دائما نقول اصطلاحيا يطلق عليها اصطلاحيا يطلق عليها، هذا المقصود بالمصطلح الجغرافي. فائدة أسئلة، ما فائدة إضافة دبال للتربة الرملية، أثر تآكل طبقة الأوزون على الزراعة؟ في الكتاب كان هناك على الاقتصاد، والاقتصاد طبعا هو زراعة تجارة نقل سياحة إلى ما هنالك صناعة، أخذنا جزء من الاقتصاد وسألنا عنه الطالب. لهذا نقول دائما عليه أن يكون قد فهم كل كلمة في الكتاب ليتمكن من الإجابة. التفسيرات طبعا فسر، دائما على الطالب أن يفسر بشكل منطقي وعلمي واضح. الموازنة، لن تأتي موازنة غير متوقعة أبدا، الموازنات واضحة في الكتاب. السؤال الرابع، هذا هو النص، مثلا هي شوندر السكري، كما قلنا ليس للحفظ، الشوندر السكري وضعناه كحالة أمامكم، أين تتوطن؟ ربطناه بتوطين الصناعة، سألنا عن العامل الأكثر تأثيرا لتكون زراعة الشوندر، ربطنا ما بين درس الصناعة ودرس الزراعة، العامل الأكثر تأثيرا واضح أيضا، الأداة المناسبة ربطناها بوحدة الأدوات والتقاني أيضا، لاحظوا ربط بثلاث أو أربع وحدات في نص واحد، الأداة المناسبة، ودائما نسأل ما الفائدة منها حتى لا يكتب الطالب أي أداة، فشرط كتابة الفائدة هو أساس. رسم الخريطة، لم يأتيك عزيزي الطالب إلا رسم خريطة الجمهورية العربية السورية. طبعا تسمية الحدود، لن نرسم فقط الحد وإنما سنسمي تركيا العراق الأردن البحر إلى آخره. ثبت عليها مع التسمية موقع مدينة دمشق مجرى نهر بلدة، حاولنا أننا نربط النهر به المدينة حتى لا يكون الرسم عشوائي. طبعا هناك طلاب يرسمون مجرى النهر ولا يكتبون أنه نهر بردة، أتمنى من طلابنا أن يكتبوا اسم النهر واسم المدينة مع التحديد. طبعا رسم الخريطة ليس بمقاييس كما وضعناها مثلا في كتاب السابع، كيفما رسمتها شرط أن تكون صحيحة كشكل خريطة والتسميات. هذا هو النموذج، قد يأتي في القالب طبعا موجود وعمم على صفحة المركز، قد يأتي أسئلة بشكل آخر، قارن ميز أوجه الشبه فقط، أوجه الاختلاف، ما العامل المناسب إلى آخره. هذا بشكل عام نموذجنا، كل الشكر. لا تفضل. كان بعد إذنك، كان بس في تساؤل أنه اذكر مثالا بالقالب، كان في سؤال اذكر مثالا، بس أنه بس مشان توضيح هذا السؤال سألوا عنه الطلاب. اذكر مثالا هلا ما كثير وارد بذهني وين موجود، لكن بالسؤال الثاني، كان بالسؤال الثاني بالاسئله انه موجود بالقالب انه ممكن يكون اذكر مثالا. لا حتما، المثال سيكون مما درسه الطالب في الكتاب، لن يكون هو من خارج الكتاب حتما. كل الشكر لكم الاساتذه الكرام، اشكركم من المنصه التربويه السوريه، انا منسقه ماده غنى محلا، اشكر الاستاذ ايمن بهيج، استاذه مروى الحموي، الاستاذه نور كامل، واعود لاشكر حلا زين وسامي حسن من تربيه طرطوس واللاذقيه لمساعدتهم لنا. اتمنى كل التوفيق لطلابنا في الامتحان ولكم كل